تحدثنا عنها سننتقل للحديث عن الدوري الإسباني في كرة القدم. ديربي مدريد كانت كل الأنظار تتجه بالتأكيد لمباراة أتلتيكو وريال، طبعا مباراة كتير مهمة، وكتبت في زاوية الفرصة الأخيرة لأتلتيكو للعب مع الكبار. لم بالحقيقة رغم سيطرته على المباراة ما قدر يخرج بالنقاط ثلاثة، والريال رغم أنه لم يكن الطرف الأفضل نسبيا في المباراة قدر يخرج بنقطة، نقطة مهمة، وهي من سمات البطل اللي ما أنا متواجد الحقيقة بأتلتيكو. أتلتيكو بآخر ثلاث مباريات قبل هاي المباراة ضيع، خسر مرتين مع الميريا ومع أوساسونا، خسارات غير متوقعة أبدا وغير منتظرة، كانت خلته بالقمة، وكان هلا هو كانت كافية ليكون هون في القمة. تماما كانت كافية ليكون متصدر. هو بنزيما عم يسجل الهدف الأول بالدقيقة 3، هدفه 15 هذا الموسم من كرة دي ماريا. عموما المباراة كانت حماسية، مباراة قتالية جدا شرسة، يعني حتى مو أكثر من حماسية لأنه في إنذارات كثير، وديربي مدريد يعني بالحقيقة إنه، وهالديربي هذا إجا بظروف إنه الاثنين في التوب، يعني بالتوب 3 خلينا نقول. يعني إذا تطلع على بنش الريال أستاذيات بتلاقي إيسكو، يارميندي، بتلاقي مارسيلو، بتلاقي فاران، بتلاقي خيسي وموراتا. تطلع على بنش أتلتيكو، هذا هدف كوكي الرائع شفناه. بنش أتلتيكو ما فيه القوة، يعني ديفيد فيا ممكن الاسم الوحيد اللي ممكن يقلب نتيجة مباراة، ورغم هيك ما تجرأ سيميوني على إشراكه. فهي أحد الأسباب اللي خلت أتلتيكو يتراجع بالنص الثاني. ذكرنا أنه ما عنده عدد كافي من اللاعبين الستارز ليقدر ينافس فيهم، وقت دخل بالتشامبيونز ليج بالنص الثاني ودخل مباراتي الذهاب والإياب مع الريال بكأس الملك، ضاع وقت بده يريح لاعبين او ثلاثه، عم يضيع نتيجه، وضيع بالميريا 2-0 وبامبلونا مع اوساسونا. حتى بالمباراه كان مقدم بهدفين مقابل هدف، يعني ما قدر يحافظ على النتيجه، يعني حتى الدقيقه 82 تقريبا ما قدر يحافظ على النتيجه، وضيع كوستا 3-1 وقتل المباراه اكثر من مره. ولكن ما في، يعني ما في النفس اللي بتخيل نفس البطل لا يملكه أتلتيكو مدريد لا زال. رغم هذا الأمر طبعا ما زالت، يعني ما زالت الفرصة موجودة، وراح ينتظر مباراة الريال وبرشلونة هو الفارغ الصبر، وبتمنى انتهاء هذا التعادل لحتى هو يرجع يلتقط أنفاسه، ولكن صعب جدا. إذا مباراة انتهت بهدفين لهدفين بالوقت اللي كان متوقع فيه يربح برشلونة على إلميريا بأربعة بملعبه هدف، وخلينا نقول العنوان أبرز ربما عودة ميسي فعلا إلى مستوى، إلى التسجيل. تماما. هلا ميسي سجل هدف هو رقم 15 له بالليغا، رقم، وهذا الهدف هو عم نشوفه قارنته صحيفه الموندو ديبورتيفو بهدف روبرتو كارلوس على فرنسا بال97 من تقوس الكره. يعني قال انه فعلا كثير طلعت لبرا ورجعت دخلت. برايي لازال هدف روبرتو كارلوس هو المحير، لكن المقارنه هي في شويه موندو ديبورتيفو شويه برشلونيه، هي شوي عقبها يعني لميسي، صعب المقارنه. هو هدف 230 لميسي، اقترب بالليغا، اقترب من رقم هوغو سانشيز 234، هو ثاني هداف الليغا هوغو سانشيز. مباراة القادمة راح نشوف نحن أتلتيكو راح يكون ضيف على سيلتا فيغو السبت القادم، بينما سيحل ريال مدريد أو سيستقبل ليفانتي سانتياغو برنابيو يوم الأحد، وبرشلونة مع بلد الوليد ترتيبه متأخر 18، بتخيل المفروض تكون مباراة سهلة عليه وأيضا سهلة بالريال مدريد، ولكن بأتلتيكو مدريد بعتقد إذا بده يطلع بعين أخرى على مباراة الميلان بعد ثلاثة أيام أستاذ إياد ممكن أنه يضيع فيها، يعني لعبة الكراسي الموسيقي ممكن نشوفها بقى من يوم رايح يعني بالدوري الإسباني حسب النتائج. ممكن بتخيل صارت رجعت قطبية أكثر، الريال برشا أكثر، أتلتيكو إذا بده يدخل الشامبيونز يعني بعد ثلاثة أيام عنده مباراته مع الميلان أستاذ إياد، يعني بعد ثلاثة عنده مع الميلان، فإذا بده يطلع مباراة ميلان يريح كان بعد ممكن يخسر نقاط مع سيلتا فيغو، هي مشكلة سيلتا. رح ننتقل للدوري الألماني، منافسات مرحلة 23 قلنا حسم هذا الدوري، لكن الإثارة بتضل مستمرة، يعني تمام الإثارة على الكراسي القياسية اللي عم تتحقق، يعني خاصة من البايرن، يعني البايرن يعني انتصار 15 على التوالي، حطم رقمه السابق اللي هو كان 14 على التوالي في الموسم الماضي. عم يستمر بعروض رائعة، يعني على شالكة الرابع الترتيب أستاذ إياد عم يعمل سيطرة 77%، ف 77% و22 تسديد، يعني مثل ما عبر عنا أرين روبن، يعني حكى أنه لم أشاهد مثل هذه البداية القوية منذ لعبته مع البايرن. في هذه المباراة تماما جوارديولا قدر يستفيد من الحجر الأساسي اللي وضعه يوب هانكس، وتابع سوري فان جال، وتابع عليه يوب هانكس، قدر يمزج تيكي تاكا تبع البرشا اللي هو بفكره مع فاعلية البايرن، وبالتالي عم نلاحظ انه
77% استحواذ و22 تسديده، فاستحواذ مع فاعلين، ليس فقط استحواذ بنصف ملعبه، استحواذ بنصف ملعب الخصم وخلق فرص. فهذا الشيء اللي اعتمد عليه البايرن. هاتريك لروبن شفناه بيسجل هدفه العاشر، مانزوكيتش سجل هدفه رقم 14. اخر مباراه هي بروسيا دورتموند ونورنبرغ، اللي فاز فيها بروسيا دورتموند بثلاث اهداف مقابل لا شيء، وفي المركز الثاني رجع على المركز الثاني احتل الوصافي، استغل خساره ليفركوزن. دورتموند عم يربح 3-0، ليفاندوفسكي مسجل هدفه 15 من فرق بقائمه الهدافين، ترتيب الهدافين بعده مانزوكيتش 14 وراموس 14. في هدف ايضا لمختاريان 83 كان الهدف، الهدف الاول لهوملز العائد من الاصابه او الكثير الاصابات، هو قلب الدفاع المدافع اللي كان سجل اول هدف بروسيا. 3-0 الفوز الرابع لدورتموند باخر خمس مباريات، رجعوا للمركز الثاني ومستغل خساره ليفركوزن للمره الثالثه على التوالي، خسر من ماينز بهدف شو بومتينج الكاميروني وتراجع للمركز الثالث. واللي ما بعرف استاذ اياد، نورنبرغ كثير المشاهدين ما بيعرفوا انه هو الثاني الفائزين بلقب الدوري الالماني بعد البايرن بتسع القاب، قبل دورتموند بثمان القاب. تمام، اذا البايرن بالصداره وهي احسن الامور، مبكر 20 فرق 20 نقطه، الموسم الماضي كان 25 على الوصيف، هلا مرشح ممكن اكثر من 25 باقي 11 اسبوع. والثالث باير ليفركوزن ب 43 نقطه، اللي كان خسر كانت خساره مفاجئه على ارضه، مفاجئه على ارضه بالبايرن مع ماينز، تراجع يعني كثير كبير، خصوصي اهم سبب تراجع ليفركوزن تراجع مستوى نجمه سيدني سام اللي كان سجل اخر هدف له بالاسبوع التاسع، وهذا اعطى فرصه لماينز يعني يكون عنده فرصه فعلا مشاركه باحدى البطولات الاوروبي. صار تماما بالمركز، تقام في المرحلة 24. بتشكر حضورك إياد، وإن شاء الله لقاءنا القادم في حلقات مقبلة إن شاء الله. يا مرحبا، كل المحبة لكم، اللقاء يتجدد إن شاء الله يوم الأربعاء القادم، إلى اللقاء.